بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال الرابع ينتل الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مني ينتل بموي الصبر من على الأذى تلر 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 نك بولاي فك تي خم خم تي جفي اك تي ووت اك تي لب تي ويتو تي لو جيم تي يالا. والدليل قوله تعالى سورة العصر موي سار العصر برم تبارك وتعالى وخ والعصر وات تي عصر العصر موي جامونو جامونو مي وخه جامونو موي غودي اك بتيغي غودي اك بتيغي برم تبارك وتعالى موي وات تي لوكو سو لو تخ مو وات تي لو بري وات تي غودي تي بتيغ تي ناج بي تي وير بي تي بيديوي تي وات تي القران وات تي مير يو بري موم نك موي وات لوكو سو وات كينن كودول يال نك لول شرك لا. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لان موتاخ موات ان الانسان نك خيتو خيتو دومو ادم لا في خسر في هلاك نيغي تي الكان وخسران اك بيرت استك نيب لا ديريت امنا ني ني سيت امنا ني تي بوك ني تي بوكول نك ci sar bi ñam duñu melawo ñenti melokan yu ñu tudon sank illa allazina amanu ludul ñi gem lolu moy dalil al ilm al ilm lian al iman la yakunu illa bi ilm ngir gem du nek ludul ci xam xam kon lolu moy dalil lan al ilm wa amilus salihat yu jëf ay jëf yu bax al amalus salih jëf ju bax moy jëf ji nga xamantene mom اجتمع فيه امران امران الاخلاص والمتابعه موي جف جو خامتاني دجنا سي نياري مير مسل واي تاميت توب سي روي سي نبي الله صلى الله عليه وسلم وتواصوا بالحق ني دنكنتي نين سي نيوم دي دنك نينن ني الحق دغ دغ لولو موي دليلن الدعوه وتواصوا بالصبر نين سي نيوم دي دنك نينن ني موغ لولو موي دليل الصبر. من ذكر المصنف بعد الدعوة الصبر كأنه يقول لك إن الذي يسلك هذا الطريق تحصل له أمور كما حصل للأنبياء والرسل عليهم السلام وان فلا بد من الصبر. نينا دفملني كي تعرف تعرف دفوخني دفوتود غناو ووتي موي ملني دفلا بغا وخني كسوبو بلا يون mënta ñak ay mbir dal comme nu mu dalé won yonnati alayhi musallatu wassalam. Kon bok na nga wajjate bop ni forcé nga muñ as-sabru muñ lughatan muné ci lamiñu arab moy al-habs moy tej moy tey wa shar'an dinki fi dem ba tu tej tamit way nak lan ngay tej lan ngay tey sa bakken sa bop ngay tey an ala ashiya ci ay mbir wa an ashiya wulif ay mbir lol do na ñew legi. من قسم الإمام ابن القيم رحمه الله الصبر إلى ثلاثة أقسام. الإمام ابن القيم رحمه الله عليه دفخات من يتخاج يتخاج صبر على طاعة الله حتى تؤدى من تي توب يال بانغا ديفكو بانغا جوخيكو صبر عن معصية الله حتى تجتنب من وليس نك موي يال بانغا داليكوي سوري muñ ala aqdar llahi almu'lima muñ nak ci ndogolu yalla yu metti